بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبنردد أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقة عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية جرشي مدباوي أهل الكرم والحمية. نشميوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزمو إصرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامج إنجازات وطنية، وضيفنا لهذه الحلقة السيد ناهد الخلايدة من مركز أبو مالك لتعليم قيادة السيارات. سيد ناهد الخلايدة مساء الخير. مساء النور حبيبي. بالبداية أنت أشهر من أن تعرف في هذا القطاع وأيضا في مركز أبو مالك لتعليم وقيادة السيارات، حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر عن البطاقة الشخصية، عن تاريخ ومكان الولادة. تفضل سيد. نعم، ناهد الخلايلة، مركز أبو مالك، صاحب مركز أبو مالك لتعليم السواقين. نعم سيد ناهد، لو نتحدث الآن عن تأسيس مركز أبو مالك، فكرة هذا المركز، إنشاء هذا المركز. إنشاء من سنة 80. نعم. وإحنا شغالين فيه من زمان مراكز تعليم السواقة، وهاي مصلحة أيام الوالد يعني، والله يرحمه، وحبينا نشتغل الشغلة هاي من وراء ورثنا وانتجنا طورنا حالنا الحمد لله. نعم. الله. نعم سيدنا، نتحدث الآن عن آلية العمل، أهم الخدمات في مركز أبو مالك. العمل التدريب السواقة. نعم. تدريب السواقة بالنسبة للسيارات، عندي مدربين 14 مدرب. نعم. عندي 14 سيارة، عندي مدربين أشخاص يتدرب السواقة. نعم. يعطوهم اليوم يعني كل يوم درس سواقة والترخيص، بعد ما بيخلص تدريب السواقة نعم نجهزه وننزله على الترخيص بالنسبة للرخصة. نعم نعم، كيف ترى إقبال الناس لسنة 2016 لتدريب السواقة؟ والله الحمد لله، يعني بالنسبة للبلد، يعني إحنا بالنسبة للبلد الحمد لله يعني بخير إحنا، والناس يعني في قبول الحمد لله، بدون إن إحنا البلد يعني هاي وسيدنا أبو حسين والحمد لله قبول كثير جدا يعني. الحمد لله. سيد ناهد الخلايلة، نتحدث الآن عن تطور قطاع مراكز السواق بشكل عام في الأردن، كيف ترى؟ بالنسبة للمراكز؟ نعم. بالنسبة للمراكز يعني الزرقاء، عمان، إربد، كله كويس تمام الوضع الحمد لله، يعني فضل من الله يعني. يعني في قبول شديد. في قبول الحمد لله. نعم في قبول، في قبول الحمد لله. نعم يا سيد ناهد الخلايلة، يعني فئات معينة مثلا من أعمار معينة؟ نعم، الخصوصي بالنسبة للخصوصي الفئة الثالثة من العمر 18. نعم. بالنسبة للعمومي العمر 21. عمر 21. يأخذ بالنسبة للخصوصي بين الخصوصي والعمومي يكون العمر 21. نعم. يكون العمر 21، بين العمومي والمحورين يكون سنتين، يكون معه رخصة عمومي لها سنتين. نعم. نفس الشيء بين العمومي لجميع السيارات برضو كمان يكون معه سنتين. جميل جميل. نعم. سيد ناهد الخلايلة، نتحدث الآن عن طموحات مركز أبو مالك والرؤية المستقبلية لهذا المركز. والله الحمد لله، يعني أنا من البداية اشتغلت يعني بأربع خمس سيارات يعني، وتطورنا أكثر صار عندنا 14 سيارة يعني، والحمد لله طموحي يعني أكثر يعني أفتح مكتبين وثلاثة يعني، وأزيد يعني السيارات يعني ومدربين يعني، والحمد لله الحمد لله. أكيد. كم مدرب موجود في هذا المركز؟ أنا عندي 14 مدرب ما شاء الله. الحمد لله. في مركز أبو مالك؟ ما مركز أبو مالك. نعم. لا لا مركز أبو مالك الحمد لله. جميل جميل. سيدي لو نتحدث الآن عن أكيد السمعة لها دور كبير، الشعبية لها دور كبير للسيد نعم. ناهد الخلايلة ومركز أبو مالك. نعم. نتحدث من أين جاءت هذه الشعبية؟ والله الحمد لله يعني أيام الوالد يعني الله يرحمه، إحنا كان فاتح مكاتب ومع الناس كانوا ومعاملته مع الناس، والحمد لله إحنا استلمنا وراء الوالد وقبلنا جودة العمل. نعم جودة العمل ومع الناس كويسين إحنا، والسمعة كويسة الحمد لله، والرأي الناس والحمد لله فضل من الله. الأسعار متناول يد يعني بالنسبة للناس تعرف الحمد لله، ودها يعني الناس تقترعيها يعني، والناس في ناس عقد يعني الظروف يعني. نعم سيد ناهد الخلايلة، نتحدث الآن، هل توجد لديكم مشكلات، معوقات، عقبة تواجه هذا القطاع؟ لا والله بالنسبة إحنا بس بالنسبة إحنا طالب يعني بالنسبة الجهات المعنية يعني بس إعفاء السيارات يعني ما عندناش إعفاء سيارات زي التكاسي يعني، وندفع ترخيص إحنا 500 دينار كل سنة 550 دينار، والسيارة تفحص هاي التدريب تفحص سيارة تفحص 14-16 مرة يفحصوها لما تنزل كل دور إلها كل شهر إلها دور يعني بسبب عائق لكم؟ ومن كل 3 شهور تفحص مرة كمان كارت صلاحية نفس الترخيص. وترخيص يعني 500 و550 دينار كمان ترخيصه.
نعم، شو بتناشد الجهات المعنيه انه والله طلبنا كثير احنا بالنسبه للاعفاءات زي التكاسي، احنا ما عندنا جمرك احنا بالنسبه زي التكاسي يعني. نعم ونطالب، وهنا والله سنين واحنا نطالب يعني الجهات الامنيه، الله يخلينا يعني سيدنا ابو حسين يعني اكيد ان شاء الله بتنحل هاي الامور. الحمد لله. سيدنا هد احنا حابين نوجه رساله توعي وارشاد بالنسبه للمواطنين لمراكز وتعليم السواقه. نعم المواطنين يعني بالنسبه للمواطنين يعني هو كل شخص يعني يعرف وين بده يتدرب سواقه بالنسبه لاي مكتب، والحمد لله احنا لنا سمعتنا وإنه يعني وضعنا الحمد لله برصيفه بالزرقاء. نعم جميل الحمد لله. نعم سيدنا هدو نحدد عنوان مركز ابو مالك، واكيد انت صاحب هذا المركز نادر خلاله، نحدد موقعه وارقام الهواتف للتواصل ان شاء الله مع مركز ابو مالك. احنا بالنسبه لمركز ابو مالك الزرقاء يجوز على مثلث عوجان، مثلث يجوز موجود مركز. نعم. ابو مالك. نعم والارقام الهاتف ستظهر على الشاشه عند زميلنا مدير التصوير السيد عمر دويمه. سيد ناهد الخلايلة بصراحه احنا الحمد لله عايشين بنعمه وامن بامان. الحمد لله الحمد لله هذا فضل من الله والامنيه لجهودهم معنا لجهودهم مع المواطنين. الله يعطيهم العافيه دائره المخابرات الامن العام الجيش على حدود، الله يعطيهم الف عافيه. نعم. يعني هم قاعدين 24 ساعه واحنا قاعدين ننام براحتنا يعني، وبالنسبه للامان والشرطه والدرك الامن العام قاعدين نمشي بين خمس بين دقيقه ودقيقه نلاقي دوريه بتوقفنا، يحصل لنا الشرف احنا ما توقفنا ونعطي الهويه يعني ما شاء الله عليها. انا سافرت كثير بالنسبه للبلد، انا الحمد لله بلدي واعتز فيها يعني. أكيد. وسيدنا ابو حسين الحمد لله فضل من الله هذا يعني، ما بتمشي دقيقه بتلاقي الدوريه الثانيه كمان توقفك الحمد لله هذا. أكيد. وننام احنا ولا واهلنا براحتنا وامان الحمد لله فضل من الله. الله يعطيكم العافيه الجهات المعنيه والامنيه، واكيد بيسهروا على راحه المواطن دائما وابدا الحمد لله. واكيد في ظل هذه القياده الحكيمه من جلاله الملك عبد الله الثاني بن حسين، الله يخلينا اياه ويدوم فوق روسنا. وفي نهايه لقائنا اعزائي المشاهدين الكرام نتقدم بالشكر الجزيل للسيد ناهد الخلايلة صاحب مركز ابو مالك، اكيد وموقع فيه الزرقاء طريق يجوز مثلث عوجان وخلوة، ايضا سنظهره على الشاشه 0795248865 0785655305. وشكرا جزيلا سيد ناهد الخلايلة. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. بلسم يداوي جروحي يا أغلى دار.